يخوض السودانيون معركة مصيرية ضد فيروس كورونا المستجد لتجنيب بلادهم مصيرا أسود أرخى بالسدول حتى على دول واقتصادات عظمى. معركة ليست ضد الفيروس فحسب، وإنما ضد كسر القواعد والقوانين وضد الجهل وتجار الأزمات. ومع الإعلان عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في السودان، يكون السؤال: كيف سيقضي السودان الأسبوعين المقبلين عقب إعلانه فرض حالة الطوارئ الصحية؟ أسبوعان سيخلدهم التاريخ حال أردنا تجنب خرائط التيه والبقاء ضمن خرائط الجغرافيا. يوميات كورونا، هذا هو الملف الأول ضمن هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث. العالم ليس له حديث، هذه الساعات وهذه الدقائق وهذه الثواني غير مستجدات هذا الفيروس الذي ضرب كل أجزاء المعمورة بلا استثناء. معظم الدول بدأت في اتخاذ إجراءات وقائية، هنالك دول أعلنت الحرب، هنالك دول أصبحت الآن تتحدث بصوت عالي بأنها منكوبة، هنالك دول أيضا تريد أن تقول بأننا على قدر من الصمود والجرأة في مواجهة هذا الفيروس الذي لم يعرف حتى هذه اللحظة كيف بدأ وكيف انتشر وإلى أين سيكون المآل. ماذا عن السودان؟ هنالك حالة من الخوف، هنالك حالة من الترقب، هنالك حالة من الجزع في بعض الأوساط من أن ينتشر هذا الفيروس. حلقة هذا اليوم في هذا المحور تحديدا نريد أن نتعرف من قرب على واقع السودان صحيا على ضوء ما يتم من إجراءات صحية وقائية احترازا من أن يصيب هذا الفيروس السودان، وإن أصاب هذا الفيروس السودان فإن الواقع سيتغير إلى أسوأ السيناريوهات ونتمنى ألا يحدث ذلك. لمزيد من الإيضاحات وما الذي يدور وما هي آخر المستجدات والقرارات، أسعد جدا أن يكون معي داخل استوديو دائرة الحدث دكتور خالد عثمان مدير إدارة الطب الوقائي بولاية الخرطوم. مرحبا بك دكتور. مرحبا أستاذ نزار، مرحبا بمستمعي ومشاهدي قناة 24 سودانية 24 في السودان وخارج السودان. دكتور، كل مواطن الآن يريد أن يتعرف على آخر مستجدات الفيروس في السودان، ما هي الوضعية الراهنة الآن لهذا الفيروس؟ الوضع الراهن هو شبه معلوم للناس من الأخبار. نحن طوال بنوريهم الوضع الراهن زي ما هم عايزين، بنوريهم نحن عايزين منهم شيء. الوضع الراهن هو الوضع المعلن، المعلن بصورة رسمية إنه الحمد لله عندنا حالتين، يعني الحمد لله على كل حال. كانت حالة واحدة لغاية الأمس وظهرت حالة ثانية، ف الموجود الحالات المؤكدة حالتين فقط.
ما في غيرهم، ما في يعني انتشار واسع للفيروس في البلاد، لكن التحسب والاستعداد على أعلى ما يكون. طيب. لأنه الانتشار ما مضمون، فما الناس يعرفوا الوضع، لكن كمان مطلوب منهم حنجي خطوة خطوة. أيوة. التفاعل هو المطلوب. تمام. طيب الحالة الأولى هل هي الحالة المتوفية أم هي حالة مرصودة حديثا؟ نعم، ده برضو من اللغط اللي كان حصل حتى تستبين المعلومة. نعم. وفي سوء فهم، نحن سعيدين أنه نبدأ البداية دي. حتى سوء الفهم وصل لغاية منظمة الصحة العالمية، ووصل لقنوات عالمية ذكرت في أخبار أنه في حالتين، هي كانت حالة واحدة قبل الأمس، حالة واحدة وهي نفسها الحالة المتوفاة، فالناس خلطوا بيناتهم وجعلوها حالتين، وحتى منظمة الصحة العالمية اعتذرت وأكدت وصححت المعلومة إنها حالة واحدة قبل الأمس. بالحالة الثانية اللي أعلنها وزير الصحة وهو الناطق الرسمي وهو الرئيس اللجنة الصحية على مستوى السودان، أصبحت حالتين فقط، الحالة الأولى اللي هي توفت عليها رحمة الله، والحالة الثانية وهو أجنبي وبحالة جيدة الحمد لله. طيب آلية الاكتشاف كيف يتسنى للمنظومة الصحية اكتشاف هذه الحالات؟ هل بالصدفة؟ هل هنالك ترتيبات؟ هل هنالك رصد لشخصيات معينة تأتي من خارج السودان ومن ثم يتم إعلان بأن هذه الحالة لديها حالة إيجابية وهي بالتالي مصابة بهذا الفيروس؟ نعم، معليش، الأشياء الخطيرة لا تترك للصدفة. البلاد مثلها مثل بلاد الدنيا عامة، منذ ظهور حالات الكورونا الفيروس المستجد في العالم، لما تحدث حالة واحدة جديدة ما كانت موجودة أصلا في العالم، فدي واحدة من تعريفات الوباء، ومباشرة أي تصدي للوباء عنده مراحل وعنده طرق معلومة عالميا ومدروسة. فالسودان من ضمن الدول اللي بتتبع السياسات الصحية العالمية، فيها خبراء عالميين على أعلى مستوى. مباشرة الحالة في الصين هنا بيبدأ الاستعداد للوباء، هنالك بروتوكول متبع، بروتوكول عالمي من منظمة الصحة العالمية بتنزل على الدول، وزارة الصحة الاتحادية بتعمل بروتوكول اتحادي لكل السودان ويعمل به، والآن منتشر وموزع لكل الناس. بهذا البروتوكول بيتم اكتشاف الحالات، يعني بطريقة علمية تدرب عليها كل الكوادر الصحية، والنظام الصحي نفسه بيتم إعداده وتجهيزه للتعامل مع الوباء بكل السبل، فيعني لا تترك للصدفة مكان. طيب. في هذا الملاحظ أيضا دكتور خالد بأن يعني الحالتين من خارج السودان، يعني المرض جاء من الخارج وليس من الداخل. هنالك دول في المنطقة العربية أو في أوروبا يتم الإعلان عن الحالة بأنها من داخل الدولة، هذا المعطى كيف يفسر لديكم أنتم في القطاع الصحي؟ نعم، الفرق بين أنه الحالة تكون من داخل الدولة ومستوردة. أيوة. دائما الحركة بتاعت المواطنين والسكان في العالم بقت شديدة، يعني الشخص بينتقل من دولة لدولة في أيام، في فالفيروس نشأ في دولة واحدة اللي هي الصين، وانتشر من منطقة واحدة من ووهان المعروفة للناس، بعد ذاك لكل أنحاء الصين، ثم من الصين إلى خارجها إلى الدول المجاورة لها والتي لها علاقات، فالمنشأ واحد. فأغلب الحالات اللي بتجي الدولة المعينة بتكون واردة زي ما حدث في حالتنا، إلا إذا الحالة الوحيدة أو الموجودة نشرت وكانوا حولها مخالطين بصورة غير صحيحة وتعاملوا مع الحالة بصورة بدون
وسائل الوقاية ممكن الحالة دي تنشر من داخل المنطقة. والحمد لله حتى الآن ما حدث الأمر ده في الحالة الأولى، ونتمنى ما يحدث في الحالة الثانية. طيب الآن هنالك حالات اشتباه مرصودة من قبل وزارة الصحة، ماذا عنها؟ ما هي المعلومات حول حالات الاشتباه وكم العدد وأين هم الآن؟ نعم، القضية الثانية بعد الحالات المؤكدة نجي قضية الاشتباه. قضية الاشتباه برضو الناس فيها لبس محتاج توضيح. البروتوكول اللي قلناه في الأول بيوضح تعريف للاشتباه، ده تعريف علمي بينشر ويدرب عليه كل العاملين في القطاع الصحي إنه حالة الاشتباه هي كده، وعندها شروط. لو توفرت الشروط دي في أي شخص مباشرة يدخل في تعريف الاشتباه وتتعمل له إجراءات محددة. فالعدد يعني دائم، ما أنت خطيت 1 2 3 ودائما بنخليه مفتوح. طيب المرصود الآن كم حتى اللحظة المرصود كم؟ نعم، خلينا نوضح إنه أن إحنا بنخط مفتوح ممكن يدخل فيه أكبر عدد. بعد ذاك بيحصل لهم يعني تصنيف فلترة. يس، بيحصل لهم إنه إعادة تقييم إلى أن تنحصر الاشتباه في العناصر والشروط الأساسية. فالحمد لله منذ استعدادنا للوباء ومنذ شهرين من بداية الوباء الحالات المشتبهة في البداية كثيرة، لكن المرحلة الثانية من إنه مثلاً الاشتباه في التعريف الأول لما كانت الحالة، إنه الحالة جاية من الصين، لأنه ما كانت في حالات من خارج الصين، إنه الحالة جاية من الصين وظهرت على أعراض محددة، كده بتبقى حالة مشتبه فيها. بنمشي المرحلة اللي بعدها إنه أتيام مدربة، أديان طبية تؤكد الاشتباه ده. ما نحن أخذنا إنه زولا كان في دولة فيها حالات مؤكدة الصين وظهرت عليه حالات، هل نتأكد إنه فعلا كان هناك وإنه ظهرت عليه الحالات؟ بعد ما الحالات ظهرت في أكثر من دولة التعريف بتوسع إنه ما الصين بس، إنه أي زول جاي من دولة فيها حالات مؤكدة يعني أكثر من دولة. طيب. وبعد ذاك ظهر عليه ديل كلهم مشتبهين، بنمشي انه هل ظهرت عليه اعراض، هنا بتجي الاجراءات الصحيه الداخليه انه يتم عزله، يتم ابعاده عن المحيط وحصر كل من اختلط معه، وتجرى له فحوصات، والفحوصات دي في فتره الاسبوعين اللي هي اسبوعين ليه؟ لان هذه فتره حضانه المرض من دخول الفيروس الى شخص الى جسم الإنسان إلى أن تظهر الأعراض. فيتم إجراء الفحوصات للشخص المشتبه به، وفي نهاية الفترة يحدد إذا كان إيجابي أو سلبي، وأرجع لك لكم عددهم منذ بداية انتشار الوباء شهرين. نحن لغاية اليوم عددهم الكلي 48 حالة اشتباه. الآن في السوق ما كلهم قاعدين الآن، نحن قبلك عايزين نخلي الناس تنتبه، لأنه أسبوعين أنت بتتم أسبوعين فحوصاتك سلبية بتطلع، يعني ما بتكون قاعد، أنت اشتباهك ده محدود فترة أسبوعين. يعني اللي عندكم الآن 48 حالة؟ دي كانت الاشتباه تراكم. طيب في فترة الشهرين طلعوا كم؟ طلعوا أغلبهم، يعني طلعوا الآن الموجودين 9 فقط، اللي هم في أي مستشفى؟ في مستشفى الخرطوم، ده كان المكان الأول الأساسي للعزل وفي حالات الاشتباه كلها. الآن اتعملت أماكن عزل أخرى استعدادا إذا كان العدد صار أكبر من كده، والحمد لله العدد قليل وتحت السيطرة وفي مقر. طيب واحد. دكتور خالد، يعني الآن برضو نتساءل عن وضعية المستشفيات، هل هي جاهزة من حيث المعدات، من حيث الأطباء، من حيث المضادات الحيوية، من حيث السعة السريرية، هل نحن مستعدون بالفعل لهذا الوباء؟ نعم، نحن إذا كانت من كلمة واحدة بنقول الحمد لله نحن في وضع جيد ومستعدين إلى الحجم المشابه والوتيرة. نحن محظوظين الآن ما في انتشار، ما في عدد حالات كثيرة.
والاستعداد مستمر. يعني كانت الإعدادات على مستشفى واحد مستشفى الخرطوم، والآن تم تجهيز مستشفى آخر، وفي خطط لتجهيز مستشفيات أخرى ومناطق عزل أخرى تحسبا لحالات. لكن الآن الموجود مستشفى واحد سعته ضخمة ممكن تشيل حتى الآن ما اكتمل يعني أو ما اتملأ، فالناس مستعدة والحالة تنتظم البلاد وتنتظم العالم بتوري إنه الناس ممكن تستوعب إمكانيات ضخمة. الآن مستنفرة كل إمكانيات الدولة تجاه مواجهة الوباء، الخيرين، منظمات المجتمع المدني، كل الإمكانيات الحكومية وغير الحكومية مسخرة، ففي استعداد كبير وفي جاهزية ضخمة لمواجهة الحاجة دي. لكن نحن الهم الأكبر إنه ما نصل، ما نحتاج لأنه من تجارب الدول الأخرى رغم استعداداتها، لأنه الفيروس مستجد، الفيروس بيغير طريقته ولسه طريقة الانتشار بتاعته ما مفهومة بالقدر الكامل، فالناس لو ما أخذت الوقاية ما نقعد نركز في الاستعدادات كأنه إنه ما في وسيلة أخرى. طيب على سبيل على ذكر الاستعدادات، يعني هل صحيح بأنه الفحص المعملي يتم في ستاك ونظير مبلغ مالي؟ يعني الآن بعض الناس بيتحدثوا دارين إجابة على الموضوع ده بصراحة. نعم، في حالة الأوبئة والأشياء الخطيرة مثل هذه لا يتم وضع أي معوق تجاه إنه الناس تصل للنتيجة أو للحل. فموضوع إنه يكون بمال ده موضوع ما أساس ما صحيح ونهائي وما ممكن يحصل إنه الناس تفحص بمال في حاجة خطيرة مثل هذه. وذكرت أنت في كلامك المعمل القومي، ودي حتى الناس برضو يركزوا عليها. موضوع برضو خطير، موضوع عالمي، لازم الجهة بتتعامل مع هذا المرض وتشخيصه وجودته لازم يكون على أعلى مستوى. ومركز يعني الآن كل الفحص يتم عبر معمل ستاك المرجعي القومي اللي هو تحت إدارة وزارة الصحة الاتحادية، فمرجعي وفيه كوادر على أعلى مستوى مشهود لها بالكفاءة العالمية، ومعمل ستاك ما محتاج. لكن للتأكيد هو مرجع لدول كثيرة منذ سنين طويلة، ما هو اليوم. طيب. وهو الوحيد اللي بتصدر منه النتائج وما في أي مقابل مادي تجاه هذه الفحوصة. المعمل بيعمل 24 ساعة ولا ساعات مؤقتة؟ المعمل شغال طبيعي 24 ساعة. الدولة كلها مسخرة إمكانياتها تجاه الوباء، فالمعمل مستعد لأخذ العينات وفحصها 24 ساعة وكوادر جاهزة ومدربة. وبرضو عشان ما نمشي من الحتة دي، بيتم تدريب كوادر أخرى لتحسبا ممكن تتعامل لقدام أو حوجة لأعداد ضخمة، فبيتم تدريب كوادر باستمرار لاستعداد لأعداد كبيرة، وإن شاء الله زي ما قلنا كلها إن شاء الله ما تحصل. طيب نذكر برضو المشاهدين دكتور خالد، يعني بإمكانهم التواصل وطرح الأسئلة على رقم الهاتف الذي يظهر الآن أسفل الشاشة لمزيد من الاستفسارات وطرح الأسئلة المختصة بوضعية كورونا في السودان. دكتور خالد، هنالك شكاوى أيضا من بعض المواطنين من ارتفاع المعاقمات والكمامات، وهل يمكن أن تتدخل وزارة الصحة لكبح جماح الأسعار في بعض الصيدليات، بعض التجار الذين يريدون أن يتاجروا في خوف الناس، هلع الناس، هل من تدخل لكم في هذه النقطة تحديدا؟ شكرا لإثارة النقطة الحساسة. يعني ده بيعكس نقطة سلبية في التعامل مع الأزمات. في ناس بيستغلوا الأزمات، و دي ظاهرة نتمنى إنها تنتهي قريبا، وبقابلة الشعب السوداني بمبادرات ضخمة
يعني بتطلع فيهم الروح البناءة الآن في مبادرات معاكسة إنها توفر المطهرات دي مجانا. تجمعات الصيادلة، شركات الآن بتعد وبتجهز مطهرات مجانا مش بأسعار، وحتى الشركات في بعض الشركات معانا مستعدة توفره بأسعار بسيطة جدا. فبعكس الناس اللي بيعملوا كده، نحن مع وزارة الصحة في الغرف العمليات الموجودة في مبادرات تطمن الناس إنه الحاجة دي إن شاء الله ما هتكون طيب فيها أي إشكال. طيب دكتور خالد، يعني أمس أو أمس الأول تحدث ترامب بأن هنالك علاج يمكن أن يكون في هذه المرحلة له القدرة على كبح جماح هذا الداء، هو يتحدث عن دواء الملاريا. فرنسا الآن بدأت تتحدث، مصر بدأت تتحدث، ألمانيا الآن بدأت تصنع، الصين قطعت شوط بعيد. كثر الحديث عن كلمة دواء الملاريا، دواء الملاريا، دواء الملاريا. أنت كرجل مختص في هذا المجال، ما هي واقعية وفرضية أن يكون دواء الملاريا الكورولكين متاح ويمكن أن يحدث أثر إيجابي في هذه المرحلة من عمر الداء؟ نعم، الموضوع فيه نقطة علمية دقيقة زي ما ذكرتها، لكن مع النقاط العلمية اللي هنذكرها في حتة بتاع الضغط المرض على الدول دي. المرض الآن بقى مستفحل، بقى خطر عليهم، فيه حالات وفيات ضخمة، فبتستدعيهم يتعجلوا في إيجاد الدواء وتجربة الأدوية المتاحة. المعروف في صناعة الدواء عالميا إنها بتاخد وقت طويل، لأنها مبنية على دراسة الفيروس من 8 أشهر إلى سنة أو سنة ونصف، قد تقل أو تزيد من سنة إلى أكثر من سنتين. فيها تجارب، مفروض تبدأ بتجارب معملية، ثم تجارب على الحيوانات، ثم تجارب على مجموعة بسيطة. والعالم الآن مستعجل، دار حاجة سريعة. الإيطاليين بدوا العلاج، الإيطاليين لأنه وصلوا، أنت ما ذكرتهم، أكبر معدل وفيات في اليوم، بدوا العلاج مباشرة لأنه خلاص ما في حل، ما في طريقة للانتظار. نفس ما يحدث في الدواء يحدث في اللقاحات. اللقاح برضو بياخد زمن طويل وتجربته نفسها بتمر بمراحل، برضو الناس في بداية يتكلموا عن سنين، لكن الآن رجعوا يتكلموا عن شهور. طيب حنرجع على النقطة دي، لكن خلينا استقبل من الدمازين هاتف سعود. مرحبا بك سعود. مرحبا بك سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. كيف الأحوال؟ الحمد لله. تفضل يا سعود، معك دكتور خالد عثمان مدير إدارة الطب الوقائي بالخرطوم. الله يديك العافية. طمنا عليكم، هنا في الدمازين كيف؟ سعود، يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأخ سعود من الدمازين. واصل دكتور. نعم، نفس ما يحدث للأدوية محتاجة دراسات طويلة، محتاجة لدراسات إضافية للآثار الجانبية. يعني أنت ما بعد ما عرفت الدواء ده ممكن يكون فعال، لكن أثره الجانبي، أضراره الثانية ممكن تعمل شنو. يعني في ناس شافوا أدوية كانت فعالة بقت تسحب من الأسواق لأنها تأثيرها الضار أكبر من أثرها النافع أو المضر. فبنقوم نوازن. طيب الخلاصة شنو للموضوع بتاع العلاج ده؟ الخلاصة للعلاج إنه دي مرحلة مبكرة، إنه التجارب فيها دي مراحل أولية محتاجة لدعومات، لكن المضطر يلجأ لأصعب الخيارات. ونحن كسودانيين نعتبر نفسنا محظوظين، وده يعني لأسباب إن شاء الله تكون نابعة من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إنه ما احتجنا إنه نستخدم مثلا الكلوروكوين ذكر منذ بداية المرض. يعني حتى نحن نوقشت في المنابر العلمية مع علماء الفيروسات، فقالوا دي حاجة محدودة ما بنقدر نعممها في الوقت الراهن، لكن الدراسات فيها.
في شركات ادويه ضخمه ذكرت نفس الحكايه انه علاجات الملاريا واعده ولليوم، لكن ده برضه عشان الناس تفهم بصوره واضحه دكتور انه ما معناه الناس ما تلجا طوالي لعلاج الملاريا ويزول شعر بحمى يمشي يستخدم دواء. دكتور ثبتها دينا اكده انه ما ثبت علميا انه ده العلاج الناجع، واصلا ما ثبت انه عندك انت الفيروس عشان انت طيب. احنا في السودان شويه كده بنقفز للاشياء كل هذه حنرجع لها ان شاء الله. معانا بكري من مدينه الدلنج بجنوب كردفان. مرحب بك بكري. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحب بك. مرحب بك بكري. دكتور خالد التحيه لكل الذين يحملون اشاره تطبيق في الوطن الحبيب السودان. اتفضل. والله اول حاجه احنا دايرين لك يلا المناطق الطرفيه، يلا فيها المناطق المستشفيات الريفيه. يلا انا داير نشوف يلا تجهيزات الله لا يجعل المرض، لكن دايرين نشوف تجهيزات المستشفيات الولائيه او في المحليات. يعني انا تعرف كنت برضه تقريبا بتاعت التدريب بتاعت قصص المعامل المعامل العدوى الضاره دي، يعني دايرين برضه تدخل الولايات تكون في تدريب للقوادر. طيب واضح. نعم واضح. نعم في سؤال ثاني؟ الله ربنا يجزيكم خير وشكرا جزيلا. شكرا لك يا بكري. نجاوب عليه بكري السريع نعم. باعتبارك أنت مختص في الطب والوقائي في الخرطوم، لكن ده ما بين أنك نعم على مستوى السودان. نعم هو الآن يتحدث عن حوجة هذه المناطق واستعدادات لها واهتمام خاص. هل في الخطة هذا الأمر؟ نعم أنا يعني أقول في الحتة دي في تنسيق تام بين ولاية الخرطوم ووزارة الصحة الاتحادية. إحنا معهم في اللجان القومية باعتبار وزارة الصحة ولاية الخرطوم من أكبر الوزارات وأكبر السكان عددا، المرافق الحيوية حتى الخبرات وعدد الكوادر هنا بصورة ضخمة، فبنعمل معهم في لجانهم فبنعرف يعني وضعهم. هم خاتين كل السودان في الخارطة، لكن في أولويات. أخونا بيتكلم من المنطقة الحبيبة الدلنج، دي منطقة داخلية. الآن الناس بيتكلموا عن المعابر، بيتكلموا عن العزل، بيكون لأنه زي ما ذكرنا في بداية الحلقة إنه الحالات هي وافدة ومستوردة وافدة ومستوردة من الخارج، فالبداية بتكون يعني ما عليهم خوف إن شاء الله. والوضع حتى الآن في الداخل مستقر، الحالات الموجودة معروف أماكنها، معروف الانتشار بتاع الناس اللي احتكوا، الناس اللي تعاملت مع الحالات دي تم حصرها بصورة دقيقة، فما في خوف على باقي السودان. طيب حتى ده الآن ده 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 في الدلنج. نشوف علي من شرق النيل. مرحب بك يا علي. ألو مرحب يا سيد علي. طيب عبد المعروف من شرق النيل. عبد المعروف من نهر النيل. مرحب بك عبد المعروف. احنا من الدماردين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا طيب. مرحب بك. اتفضل. كيف تمام؟ الحمد لله. الو الو ايوه سامعك بوضوح، اتكلم. هاي بزعل الدكتور. نحن طبعا ساكنين الدمازين. الدمازين نعم. هاي هل اجاره اثيوبيا جارتنا اثيوبيا الوضع ظهر فيها؟ طيب سؤالك شنو بالضبط؟ بيسال انه وصلت الحالات اثيوبيا. ايوه انتم طبعا الحدود والتدخلات بين المناطق. نعم اي نعم. ده امتداد لنفس طيب الإجابة. شكرا لك. نعم انه وزارة الصحة الاتحادية متحسبة لكل المداخل والمعابر، وارجع واقول في اجتماعاتنا المشتركة قبل امس يوم الخميس كانت وزارة الصحة بالنيل الازرق موجودة هنا في الخرطوم بتأكد على الحاجات دي لتجهيز اماكنهم هناك في اذا في احتمال في اشتباهات. طبعا المناطق الطرفيه بتتخوف يا دكتور. بتتخوف. فجو يعني وفد عالي من السلطه الصحيه في النيل الازرق كان في الاجتماع وطالبوا بخطه وبتدريب للكوادر وبتوفير معينات. يعني نطمنهم برضه. ما فيهم. طيب مشكلة. نشوف ناس العاصمه، نشوف ناس ام درمان. مرحب بك احمد. هلا. وعليكم السلام.
احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. معايا احمد من الجروبان. اتفضل يا احمد. ايوه متابع معانا. ايوه متابع معاك. طيب اتفضل. بنتكلم هسه بنقول التجمعات وما التجمعات. ايوه متابع. اسمعنا يا احمد من التلفون، ما تسمعنا من سماعه التلفزيون. انت بتتكلم عن التجمعات واثر التجمعات. ايوه سؤالك واضح. ايوه بتكلم عن السجون يعني. عن السجون؟ ايوه. طيب معلوم. شكرا لك يا احمد. واحدة من النقاط الوثيرة خلال مناقشة الخطة هو وضعية التجمعات وتحديدا وضعية السجون. وزارة الصحة لما اتناقشت مسألة السجون كان طرحها شنو للمسألة دي؟ نعم، موضوع التجمعات أنا برضو أحيي السؤال والسائل إنه هم بيسألوا عن وزارة الصحة اللي هي طالبة الناس إنها ما تتجمع، ما يعني تمارس السلوك اللي كان عادي أو المعروف لنا كسودانيين من التجمع في الأفراح في الأطراح. فنفس نفس الإجراءات دي الوزارة بتعممها على كل المرافق، زي ما هي قفلت المدارس والجامعات، منعت الدورات الرياضية، الدورات التدريبية. ففي السجون في إجراءات كثيرة معمولة ل يعني منع التجمهر، وضع الاشتراطات اللي احنا وضعنا قيد التنفيذ، انه الاجراءات الوقائيه تتم فيها بصوره جيده. حتى نحن بنمشي لهم واداره السجون بتجينا برضو تتابع معانا وبتطلب الصابون، بتطلب. ففي متابعه وفي تنسيق تام. وتاني ارجع اقول انه يعني كل اجهزه الولايه في الخرطوم دي للناس اللي بيسالوا عن الخرطوم في غرفة واحدة في عمل مشترك، كل الناس الموجودين يعملوا بتناغم تام، وفي عمل يعني مرتب في توعية للناس ديل، في تطبيق الاشتراطات، في وضع الأشياء المعينات نفسها، توفير المعينات من الصابون من غيرها من المعينات اللي بتخلي تنفيذ الأشياء دي بصورة طيب. تامة. طيب دكتور، حتى تكتمل حلقات المشهد أسعد جدا أن يكون معي عبر الهاتف الآن سعادة اللواء حقوقي دكتور عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة السوداني. مرحبا بك دكتور. لكم السلام ورحمة الله. سعادة أن تكون معنا عبر دائرة الحدث في يوميات الكورونا. مرحبا بك. مرحبا عليكم. السلام دكتور، كيف تتفاعل الشرطة السودانية مع هذه اليوميات؟ نعم، الحقيقة هو العالم الآن جميع المأمورة انتظمت في مواجهة محددة تجاه هذا الوباء الذي يستشري بشكل متنامي ساعة بساعة أو ربما دقيقة بدقيقة. طيب. والشرطة كقطاع مناط به إنفاذ القانون متأهبة بشكل كبير لإنفاذ القانون في كافة ما يطرأ من السلطات التشريعية أو السلطات التنفيذية أو السلطات السياسية. وبالأمس أصدرنا بيان ناشدنا فيه المواطنين بعدم التجمع والامتثال للقرارات التي صدرت من ولاية الخرطوم بشأن منع التجمعات وجميع أنواع التجمع لما في ذلك من خطورة كبيرة ومحدقة على الحالة الصحية التي الراهنة. طيب دكتور، يعني هنالك احتجاجات عديدة شهدتها بعض المناطق، هنالك من يعترض على إقامة حجر صحي في أحد الأحياء في الخرطوم، مثل هذا السلوك كيف يجب أن تتعامل معه القوات النظامية؟ كما ذكرت أن القوات النظامية أو قوات الشرطة هي معنية بإنفاذ القانون. متى ما صدر هذا القانون وكان ساريا وكان صحيحا، القوات الشرطة مكلفة بموجب القانون وبموجب الدستور بإنفاذ هذا القانون. ونحن نعتقد أن أي شكل من أشكال الخروج على هذه الموجهات وهذه التعليمات
هذا من شأنه تسبيب أضرار جسيمة وكبيرة محتقة، الجميع يعلم ذلك، الجميع يجب أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية، الجميع ينبغي أن يعمل جنبا إلى جنب لعدم وقوع البلاد في كارثة قد لا تحمد عقباها، وهذا أمر يشاهده الناس الآن بشكل مستدام. الناس الآن تراقب الشاشات وتعرف العالم وتعرف إلى أي مدى العالم الآن يعاني، حتى الدول المتقدمة. فمن باب أولى أن نكون أكثر حرصا على أن نتجنب مثل هذه الأمور حتى لا نكون فريسة لا سمح الله إشكالية كبرى. طيب أيضا هنالك، يعني أنت تتابع العالم الآن، نتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة، هنالك دول الآن تنتشر فيها قوات الشرطة، هنالك حالة من حظر التجول، الشرطة تنتشر في كل الشوارع في كل المناطق، هنالك أيضا دكتور حالة من الخوف من أن هنالك عملية أو حالة من التراخي على الإبقاء على المحجورين، هنالك أيضا حديث عن هرب البعض من المفترض أن يكونوا في الحجر الصحي، ما هي الضمانات من قبل الشرطة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث؟ نعم، دعني أكون واضحا وصريحا معك ومع المشاهدين ومع جميع عموم الشعب السوداني. مسألة ضبط هذه المسائل بالقوة أو بالشرطة أو أجهزة إفادة القانون، هذا أمر أيضا يدخل الناس في مسارات غير محببة. الرهان 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 على وعي المواطن، ما لم يرتقي وعي المواطن لمواجهة هذه الحالة لا أعتقد أننا مبشرون بنتائج جيدة. هذا أمر ينبغي أن يكون على المحك، هذا أمر ينبغي أن يكون لدى كل الأشخاص. أي صفات للتمرد للجنوح لكسر الضوابط والقانون سيكون الثمن باهظا للغاية. الإخوة في السلطات الصحية يبذلون جهود مضنية لتعريف المواطن، أجهزة الإعلام تعمل بشكل متناغم وشكل كبير لمسائل التوعية، أجهزة إنفاذ القانون تقوم بدورها على الوجه الأكمل. وبالتالي أي شكل من أشكال التمرد على هذه الضوابط أنا أعتقد أنه سيفضي لنتائج كارثية. طيب هل نتوقع أن تكون هنالك حالة من التصادم الآن؟ هنالك دعوات بأن يتم منع إقامة الصلوات الجماعية، صلاة الجمعة، الاحتفالات الدينية، قفل صالات الأفراح، قفل المطاعم الكبرى. إذا ما سارت الأمور على هذا النحو، هل يمكن أن نشهد حالة من التصادم؟ أنت الآن تتجول في الشوارع وترى هنالك حالة من التراخي من قبل جموع المواطنين بأن الأمور تمشي على طبيعتها. إذا ما قالت الدولة بأنه لا بد من أن تنفذ هذه القرارات، هل ستمضي الأمور على نحو إيجابي أم حالة التصادم ستكون حاضرة؟ أنا أعتقد أن حالة التصادم هي قد تزيد الطين بلة، هذه قد تفاقم الإشكاليات. هذه الجائحة أو هذا الوباء في حد ذاته كافي لغلق كبير وسط كل السكان المعمورة، فإذا ما أضيف إليه شكل من أشكال المواجهات أو أشكال التعنت أو التمرد أو العصيان، أعتقد أن هذا سيفضي إلى نتائج. وبالتالي ما هي خيارات الشرطة للتعامل إذا ما تطور هذا السيناريو؟ نحن حقيقة لم نفترض هذا السيناريو السيء للغاية، وهذا الشعب نراهن عليه، هذا الشعب الذي قاد التغيير بثورة حضارية شاهدها العالم. أنا واثق من أنه سيستجيب وسيتعامل مع هذه المسائل بشيء من الحكمة، ونأمل أن لا تكون هناك أي مواجهات، وربما نسأل أنفسنا لمصلحة من يمكن أن تكون هذه المواجهات ومن المستفيد ومن الرابح. بالتأكيد ستكون الإجابة بالنفي، وبالتأكيد هذا الشعب المعلم سيتمكن بإذن الله من اجتياز هذه المرحلة العصيبة والصعبة. طيب هل الشرطة الآن جاهزة دكتور بالمشافي بالمرافق التي تتبع للشرطة، هل هي جاهزة الآن للمساهمة في الحد من هذا الفيروس الخطر؟ بالتأكيد هناك تناغم وانسجام تام بكل أجهزة الدولة. الشرطة لديها تمثيل في اللجان على كافة المستويات، لديها أيضا استنفار كامل لوضع كل ما لديها من إمكانات ومن مشافي ومن مواقع لاستخدام بواسطة السلطات الصحية كيفما ترى.
هذه أي منظومة الآن لا مجال لعزل أحد، لا مجال لإقصاء أحد. الآن الجميع يواجهون عدوا شرسا وكبيرا إذا لم تتضافر الجهود. لا أريد يعني تكرار ما قلته، الأسلم للجميع أن يتكاتفوا من أجل هذا الخطر الداهم. واحدة من إشارات المسؤولية الاجتماعية للشرطة السودانية القيام بمبادرة تسهم في غرس أرضية أو بذرة الوقاية في المجتمع، قمت بهذه المبادرة وقد وجدت استحسانا من قبل الجميع، لو نعرف بما قامت به الشرطة. نعم، الشرطة بتمثيل عالي على مستوى بالتأكيد وزارة الداخلية ممثلة في مجلس الوزراء المؤقر، وقيادة الشرطة ممثلة في المدير العام وهيئة الإدارة، قدمت عدد من المبادرات فيما يتعلق بتجهيز المشافي، أيضا تلعب دورا في مسألة التوعية بواسطة الدوريات المتحركة ببث إرشادات صوتية للتجمعات في الأسواق وفي أماكن التجمعات، كما قامت بعض الوحدات أيضا بتقديم الإرشادات مباشرة على مستوى الشارع، كما تقوم ببث توعية بطرق وطرائق مختلفة لسكان مجمعات الشرطة في مجتمعاتهم الداخلية وأيضا في مجمعات الخدمات. هذه المنظومة أعتقد أنها ستساهم بشكل إيجابي في المردود العام للمشهد الرهيب. طيب ختاما دكتور عمر عبد الماجد، ما هي رسائل الشرطة في بريد المواطن في هذه المرحلة الحساسة؟ التعاون مع السلطات، التكرار الالتزام بالضوابط تقليص التجمعات. إذا كان العالم كله يتجه في اتجاه فما الداعي لأن نتجه لعكس التيار، وما الداعي لأن نسبح عكس التيار. هذه الآن كما شاهد الجميع في كل الوسائط العالم كله الشوارع خالية، لا توجد تجمعات، حتى المسائل الاجتماعية تم تقليصها للحد الأدنى، فلماذا لا نلتزم بهذا الأمر إذا كان فيه فائدة وإذا كان عكسه يسبب ضررا للشخص وللآخرين. اللواء حقوقي دكتور عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات، شكرا جزيلا. دكتور خالد، يعني حديث الشرطة إن كان من تعقيب عليه، وبعدها مباشرة نتساءل عن أوضاع السودانيين العالقين في مصر. أولا أشكر الناطق الرسمي باسم الشرطة، والحديث دليل كبير على التناقم ونفس اللغة، نحن نتكلم بنفس اللغة الموحدة، وإيمان المشترك بأنه الوعي والإنسان السوداني هو اللي عنده الكلمة الفصل، وإنه نحن واثقين في أنه في النهاية هيصل الحكاية دي. في الآن بداية مقاومة، في بداية بتاعة استسهال الأمور، استبساط الأمور. موضوع المقاومة الظاهر ده عبارة عن يعني حاجة ما عندها أساس قوي وتنتهي سريع، يعني ليه؟ لأنه المطلوب منه ما حاجة خطيرة، مستحيلة يعني. ما حاجة كبيرة، أقعد في البيت. أيوة، بس هو بيقول يعني داير يفهم وداير يقتنع، يعني إحنا السوداني لما نقتنع خلاص يعني دي طيب. المعجزة. طيب نطلع إن شاء الله نعول إنه هيقتنع قريبا، ومعليش أن ما نمر منها لأنها هي دي المفتاح، وزي ما قلنا اللغة مشتركة، داير نصل إنه يعني الإجراءات الصعبة والإجراءات القانونية موجودة مجربة، وهندي كل يوم بنسمع فيها في القنوات، الأرجنتين عملت شنو، الأردن القريب عملت شنو، العراق عملت شنو، ممكن تطبق الأشياء دي، لكن كل ناس بيشوفوا بيئتهم، بيشوفوا ثقافتهم، بيشوفوا ناسهم، فنحن هنا ما عايزين نصل للحتة المواجهة ذكرتها، بالعكس بنعتمد على وقوفه، على وعي المواطن، وقوفه معنا في صف واحد في مواجهة عدو مشترك للجميع. طيب أوضاع السودانيين الآن في هذه اللحظة في المعابر كيف هي؟ نعم، تحديدا مصر. نعم، هو المعبر الأساسي، والشأن زي ما قلنا في الأول هو اتحادي،
لكن كلنا في الهم واحد كمعلومات وكتقارير. أيوة. كمعلومات انهم موجودين من في المعابر واعدادهم ضخمه ومن حقهم يدخلوا للبلد والناس بتنسق لهم الى يعني حتى المنظمات المجتمع المدني عندها ناس هناك بتتواصل. ففي خطوات يعني تترتب على انه نضمن راحتهم ونضمن دخولهم، لكن الضمان الاساسي انهم عندما يدخلون الى السودان كيف تتم متابعتهم من ناحيه صحيه، كيف يتم عزلهم بطرق العزل القياسيه. العزل عنده عده اشكال ما شكل واحد. نقسم الناس دي كلهم الى الطرق المتاحه ومع الامكانيات المتوفره حتى الان، لانه يعني طيب ما الخطوات يا دكتور وصلت وين الناس دي الان؟ معلقين لهم كم يوم الان وصلوا يا تو مرحله الان؟ في يعني نقلهم ببصات لها ايام شغاله، يعني كل يوم بيدخلوا عدد مقدر من الناس وبيتم الكشف عليهم، بيحدد اذا في حاله اشتباه تمشي العزل الطبي، في حالات عندها كانت مخالطه تمشي للايواء لفتره. الحالات العدد الاكبر ما عنده حاجه اعتمدت طريقه العزل المنزلي ومتابعتهم بارقامهم بصوره دقيقه. نازل صوروا جوازاتهم منذ التحرك وتتاخذ معلوماتهم وعناوينهم داخل السودان. بعد ذاك في لجنه مشتركه بتفرز المعلومات دي وبتوزعها على ولايات السودان انه الناس دي ساكنين في المنطقه كله محليه او حتى وحده اداريه في المحليه بتعرف ناسا الموجودين. بعد ديل عزل منزلي يتابعوا بالتلفون بالمراقبه اللصيقه، اذا الواحد ما جاته اي اعراض ما في. طيب مشكلة. دكتور في الحته دي ممكن برضو الناس تسال، يعني مساله العزل المنزلي منو اللي بيحدد؟ هل الشخص ام الوزاره؟ نعم. الطريقه اللي بتخليك انك تمشي عزل صحي في مؤسسه صحيه زي ما حاصل او في مركز ايواء شنو او منزلي عندها عده اشتراطات مقدمه للناس كده باختصار. نعم. العزل الطبي اللي بيتم في مركز في الحجر الصحي دي لحاله فيها اعراض للمرض للفيروس، اعراض عامه مع حضورك من دولة مشتبه فيها. الآن مصر دولة مشتبه فيها، أنت جاي من مصر وعندك أعراض، ده بتقوي تمشي العزل الصحي. الأعراض دي بيتم فحصها منذ الحرارة. طيب. الكشف الطبي إذا ما كانت موجودة فيك لكن عندك مخالطة مع حالة خلال الشهر الماضي، حالة اشتباه أو حالة مؤكدة، دي مرحلة تانية. وإنت ما عندك أعراض ده بيمشي الإيواء، ده بيتم حجزه في مكان يعني مهيأ من كل النواحي، لكن في طور المراقبة. إذا ظهرت فيه أعراض يمشي الحجر الصحي للعزل الصحي، إذا ما ظهرت فيه حاجة وكمل الأسبوعين يمشي أهله ويدخل في المجتمع عادي. العدد الأكبر تاني بقول ما فيهم لا مخالطة لا أعراض، ديل بيمشوا العزل المنزلي بتكون في متابعه في اتيام ضخمه مرصوده ومهمتها متابعه الحالات اللي دخلت وبنشوف تطورهم زي ما كنا نشوفه في الايواء. هذه المره بنشوفه في منازلهم ومعها احترازات اخرى، يعني عندنا ارقام للتبليغ حتى بعد المراقبه المنزليه. اي زول شاف زول جاي من دولة فيها وباء وحس إنه ممكن يكون مشتبه فيه بيتصل. الاتصال ده يا دكتور هل الاستجابة فورية؟ لأنه برضو في بعض الشكاوى وصلتنا إنه في يعني عدم استجابة فورية للاتصال. الشكاوى هتحصل دائم، لكن العدد المرصود عدد ضخم لكل الشرائح في يعني اللي هو رقم الهاتف 221 فيه 15 شخص على مدار 24 ساعة، 15
وقابلة للزيادة، لكن الآن هم بيستجيبوا لكل البلاغات وبيتم الاستجابة لها في كل محل. أنا قلت لك أصلاً ده في نظام للأوبئة عموماً. يعني طيب لضيق الزمن سريعاً دكتور خالد، يعني برضو في تساؤلات إنه يعني لمسألة الحجر الصحي أو العزل، يعني أنتوا اخترتوا مناطق داخل المدن، البعض كان يتوقع أن يتم يعني تحديد مناطق، برضو نسأل عن المعيار والأساس. نعم. من أجل وضعت وزارة الصحة هذا الأمر. نعم، المعيار الأساسي في الحجر الصحي إنه المؤسسة دي تتوفر فيها الرعاية الطبية الكاملة، ما نحتاج يعني زول ده لا قدر الله كان مشتبه تحول لحالة مؤكدة، يحتاج لعناية مكثفة، يحتاج لتنفس اصطناعي، لازم المؤسسة تكون فيها كل الاشتراطات، ما نحتاج تاني نحول وننقل لمكان تاني. فمستشفى الخرطوم كان هو أكثر المؤسسات تجهيزا وطلع من صيانة وتجديد، ففيه كل الاشتراطات. الآن عدد المرافق كم؟ مستشفى الخرطوم و... ومستشفى جبرة اللي هو الآن مستشفى الطوارئ، الاحتياطي الطوارئ بجبرة، والاحتياطي الثاني برضو هو مستشفى جديد وفيه إمكانيات. بعدها في تجهيز لمناطق أخرى، لكن حتى الآن واحد مكفي، يعني حتى الآن مستشفى الخرطوم ما. طيب على ضوء كل هذه الحيثيات وكل هذه المعلومات وكل هذه التغطية لواقع الفيروس حول السودان والدول، الصورة شنو الآن قدامكم؟ التقارير بيقول شنو؟ إنه هل نحن الآن هاي حالتين فقط، لكن هل نتوقع زيادة في ظل عدم اهتمام قطاعات واسعة جدا من الناس، انتشار في الأسواق، انتشار في المحلات التجارية، الصورة حتكون شكلها شنو دكتور؟ الصورة باختصار لضيق الزمن. نعم، الصورة الآنية الوضع جيد مطمئن. جيد، ما في حاجة، لكن التراخي وعدم التعامل بمسؤولية من الشارع ما كله لكن الملاحظ، فده ما نذير جيد. ده إذا لا قدر الله ظهرت حالات أخرى وما كانت يعني مكتشفة بالصورة الصحيحة، احتمال انتشاره بيكون سريع وبيصل مرحلة يعني السيطرة عليها بيكون صعب جدا. فهناك التوقع بيكون صعب، يعني الآن الدول اللي تعاملت باستهانة وبكذا الآن ما قادرة تلاحق وبتبذل كل الجهود وانهكت. فنحن بنعول إنه يعني لو الناس التزمت إن شاء الله، الآن في حاجات مبشرة بجهة أخرى، الناس ذكروا العلاج، إن شاء الله يكون العلاج ناجع في القريب بيساعد على إنه يقلل الإصابات، اللقاح، لكن في ظل عدم لقاح عدم علاج ما في إلا التوعية، لأنه إذا حصلت حالات كثيرة حتى الحالات المشتبهة دي لو بقت زادت وظهرت فيها إيجابية بوضع التراخي، بوضع إنه الناس يستبسط الأمور، لا ما في لا ما بيجينا كذا، فده نذير سيء وبيخلي الناس بتصل مرحلة من يعني كل الإمكانيات في ذلك الوقت قد تكون غير كافية. نعم. غير كافية مهما شفنا الدول الضخمة عجزت، وإن شاء الله نحن بإيماننا بالله سبحانه وتعالى، بإيماننا في وعي المواطن السوداني قادرين. هسه ما ناقصانا حاجة إلا وعيه، وكلام اللي اتقال والأسئلة اللي اتقالت فيها قدر من الوعي والمعرفة، بس عايزينها تتحول إلى سلوك. يعني دايرين الكلام هم بيسألوا عن التجمعات، بيسأل فمعناته المعلومة عندهم، فليه نحن لسه في ناس بتجمعوا؟ ليه في ناس في الأطراح ما طبقوها، في الأفراح ليه ما طبقوها؟ ما محتاجين نصل بشرطة تفرق الأفراح، ما عايزين نصل الشرطة نفرق الاجتماعات، دي موجودة، ما عايزين نصل نحظر الناس في بيوتها، عايزين الشعب إن شاء الله. والعرف يكون هو أداة لإيصال المعلومة لغيره، يساعده إنه يطبق الأشياء البسيطة. ونحن بدورنا نعم. وحسا ما قلنا أي ذو عارفة، ما قلنا له أعمل كده، ما طيب. قلنا له غسل يدك، ولا قلنا له استعمل المطهر، بقت معروفة. طيب نحن بدورنا برضو دكتور خالد يعني نقول لكل سوداني وسودانية، أرجوكم 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 باسم أحبابكم باسم أبنائكم،
يلتزموا بالإرشادات، يلتزموا بكل الوصايا الطبية حول هذا الأمر. هذا الأمر ليس مزاح وليس لعب، لا نريد أن نكون مثل إيطاليا أو إسبانيا، ولا ننسى أن نصبح مثل دول لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تتجاوز هذه الكارثة. هنالك أيضا جنود أوفياء، جنود يشرفون السودان، يشرفون المهنة. هنالك جيش أبيض يعمل على مدار الساعة بحب وبمحبة وبإخلاص من أجل صحة المواطن السوداني، هم الأطباء والصيادلة والممرضين وكافة الأطقم الصحية. نتمنى صادقين باسم أسرة هذا البرنامج أن تكون الإرشادات واصلة إلى كل المواطنين، أن تكون هنالك حالة من الوعي، حالة من التماسك من أجل وحدة وسلامة وأمن وصحة هذا الوطن. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد عثمان، شكرا جزيلا، مدير الطب الوقائي بولاية الخرطوم. شكرا جزيلا أستاذ نزار، وشكرا للمشاهدين، وإن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى وبتعاوننا بوقفتنا نخرج أقوياء وأكثر تلاحم وأكثر استياق لبعضنا إن شاء الله بعد هذه المشاهدة. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام هذه الفقرة الأولى والملف، ودائما نقول الوعي الوعي الوعي. يا وطني زيك من ديك يا وطني.